عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. الشاشة كده واضحة والصوت ولا واضحة يا دكتور. احنا الأسبوع اللي فات كنا بدأنا في الويست ووتر تريتمنت، معالجة مياه الصرف، وقلنا إن احنا قدام محاضرتين أو 3 محاضرات. الوقت دلوقتي بعد القرارات الجديدة بقى عندنا وقت إن شاء الله، يعني نكمل الجزء اللي هو المفروض ناخده. يعني مش النهارده آخر محاضرة يا دكتور؟ لا، هيبقى النهارده محاضرة والأسبوع الجاي محاضرة إن شاء الله، ومحاضرة النهارده مش هتبقى طويلة يعني. قلنا بدل ما تبقى الجزء هنخليه على مرتين يعني. فإن شاء الله الأسبوع ده محاضرة والأسبوع الجاي محاضرة. تماما. كنا بدأنا نتكلم على البرايمري تريتمنت، المعالجة الابتدائية لمياه الصرف. زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامنا مخطط للويست ووتر تريتمنت. احنا قلنا الويست ووتر تريتمنت عندي شبكة التوزيع اللي هي الرسمة اللي فوق بتودي على الويست ووتر بامب ستيشن اللي هي محطة الرفع، بتضخ لمحطة الجزء ده بنسميه كوليكشن وورك اللي هي شبكة التجميع، بتضخ بخط الطرد إلى محطة الويست ووتر تريتمنت بلانت، محطة معالجة مياه الصرف اللي فيها زي ما اتكلمنا فيها مراحل معالجة. أول مرحلة البرايمري تريتمنت، معالجة ابتدائية، معالجة البيولوجيكال تريتمنت ودي بنسميها المعالجة الثانوية، وثالث حاجة التيرشري تريتمنت، المعالجة المتقدمة لو انا عاوز اعمل اعاده استخدام لمياه الصرف. دلوقتي يعني اغلبيه المحطات الموجوده في مصر فيها برايمري وفيها سكندري اللي هي البيولوجيكال تريتمنت، لكن ما فيش عندي تيرشري. الاتجاه في المستقبل ان احنا بنحاول نعمل تيرشري، بس ده له تكاليف عاليه وحسب التمويل. فاحنا الجزء الاساسي اغلبيه محطات الصرف في مصر اخرها اللي هو السكندري او البيولوجيكال تريتمنت. لما نيجي بقى للبرايمري تريتمنت، الفلو لاين بتاعه هنلاقي برضو ان هو من البامب ستيشن الفورس مين، ده خط الطرد اللي بيضخ لحد المحطه. هنبدا في اول خزان اللي هو الديكلاريشن شامبر اللي هو غرفه التهدئه، وخدنا التصميم بتاعه المره اللي فاتت. بعد كده الميه بتنتقل بصوره هوائيه خلال قناة بنسميها الابروتش تشانل. الابروتش تشانل ديت بتنقل المية ما بين كل وحدة والتانية، وبتكون في ظروف هوائية عشان ما يحصلش تفاعلات هوائية بتؤدي لروائح كريهة وضارة في المحطة. بعد الديجريشن شامبر هننتقل على السكرين اللي هي المصافي. المصافي دي وقلنا وظيفتها انها بتشيل المواد الدافيه والعالقه في الميه، الخشب، اي القماش، الورق، وهكذا. تنتقل بعد كده بالابروش شانل وهتروح على وحده اللي هي ازاله الرمال، جريت ريموفر شامبر، ودي هناخد تصميمها النهارده. وبعد كده بتنتقل الى البرايمري سيمنتيشن تانك اللي هو خزان الترسيب الابتدائي. يبقى الفلو لاين اللي موجود تحت ده عباره عن الفلو لاين بتاع البرايمري تريت. الرسمه دي رسمه من محطه متنفذه فعليا، محطوط عليها المناسيب ومحطوط عليها الابعاد للبرايمري تريت. زي ما احنا شايفين هنبص من الشمال كده، في عندي خط الطرد ماسوره داخله على الديكريشن شامبر اللي هي ماسوره غرفة التهدئة، وبعد كده هتمشي في قناة الابروتش شانل لحد ما توصل للسكرين. وصلت السكرين هنلاقي دي عندي مثلا حاطط ميكانيكال سكرين ميكانيكية بيتم تنظيفها ميكانيكيا. بعد كده هتمشي المية وتدخل لحد الجريت ريموفر اللي هو خزان ازالة الرمال، وبعد خزان ازالة الرمال هتروح للبرايمري سيدمنتيشن تانك. يبقى ده فلو لاين برضو في البرايمري ويست ووتر تريتمنت.
ده شكل من وحدات منفذة على الطبيعة أو قطاع في وحدات منفذة على الطبيعة. هنيجي بقى نتكلم على الجريت ريموفال شامبر اللي هي غرفة إزالة الرماية. البيرموس الجريت ريموفال شامبر الغرض منها الرموف إزالة الجرافل الزلط الرمل اي مواد اخرى لها سبيسيفيك جرافيتي اكبر من السبيسيفيك جرافيتي بتاع الاورجانيك ماتر، يعني المواد الاثقل من المواد الاورجانيك. الاورجانيك زي ما قلنا اللي هي المواد العضويه، المواد العضويه ديت اي مواد لها وزن نوعي اكبر منها بيتم ازالتها خلال الجريت ريموفال شامبر. يعني في غرفة إزالة الرمال دي بنزيل الزلط الرمل السلت أو أي مواد لها وزن نوعي كبير، والغرض منه بنرصف فيه المواد الغير عضوية، يعني المواد اللي هي ليس لها أي تفاعلات. ليه بقى بناخد المواد دي؟ المواد دي بتسبب ضرر للمعدات الموجودة في المحطة، الترمبات والهوايات الموجودة في المحطة، فبنرصبها في الخزان ده. طيب المواد دي عبارة عن مواد طبيعية مش ضارة بالبيئة، فبناخدها ونتخلص منها، ولكن المواد العضوية بعد ما بنرصبها لازم نعمل لها معالجة. برضو الغرض من الجريت ريموفال شامبر ان هو بيرصب لي اي مواد قطرها أكبر من 2.2 ملي. طب عشان نضمن إن المواد اللي قطرها أكبر من 2.2 ملي بنعمل خزان. الخزان ده بنخلي السرعة فيه ثابتة من 2.3 ل 2.2 متر على الثانية، بحيث إن هي المواد العضوية ما تترصبش والمواد اللي قطرها أكبر من 2.2 تترصب في الخزان ده. يبقى الجريت ريموفر شامبر خزان إزالة الرمال هو عبارة عن سيديمنتيشن تانك، السرعة خلاله بنحافظ عليها بحيث انها تسمح بترصيب المواد التقيلة اللي قطرها اكبر من 2.1 ملي اللي هي زي الساند والسيلت والجرافل. المواد اللي قطرها اقل من كده السرعة دي ما بتسمحش بترصيبها. الجريت ريموفال تانك ده عبارة عن سيدمنتيشن تانك، ويستخدم لإزالة المواد. يعني لما نيجي نتكلم على السيدمنتيشن تانك اللي هو بعده ما بيستخدمش لإزالة مواد أكبر من أو يساوي 2.1 ملي. ليه؟ لأن احنا لو رصبنا المواد دي في البرايمري سيدمنتيشن تانك هيؤدي لبعض المشاكل، فاحنا ما بنرصبهاش عشان الكواليتي اوف سلادج اللي هي جوده السلادج اللي انا برصبه، بحيث ان انا ممكن استخدمه تاني اعمل له معالجه واستخدمه كسماد. نقلل برضه كميه عشان استخدم السلادج كسماد او اعمل له معالجه بيتكلف وبيبقى عاوز خزانات. لو انا خزنت مواد زي الزلط والرمل المواد دي ما لهاش معالجه، هتكبر الكمية بتاع السلاج أو هتزود الكمية بتاعتها، فهيبقى التكلفة عالية، فالأفضل إن أنا أحجزها في خزان إزالة الرماية. نقلل الحمل على خزان الترسيب، يعني أنا بدل ما يدخل له كمية سلاج كبيرة، لا أنا السلاج اللي هو غير عضوي أنا بحجزه في خزان إزالة الرماية. طيب خزان إزالة الرمال هو عبارة عن خزان يزيل المواد اللي هي قطرها أكبر من 2.2 ملي اللي وزنها النوعي أكبر من الوزن النوعي للمواد العضوية، بحيث إن أنا أحافظ على الوحدات داخل المحطة وأقلل كمية السلاج اللي هي بتترص في خزان الترسيب النهائي. المواد دي بتبقى مواد طبيعية ما لهاش أي تفاعلات، فمجرد أنا أرصبها واتخلص منها في بالردم او في اي طريقه اخرى. التايب اوف جريت ريموفر شامبر، انواع الجريت ريموفر عندي اول نوع اللي هو ريكتانجل وده الكونفنشال تايب.
اللي هو هوريزونتال فلو اللي هو التصرف فيه، وفي اريتد جريت شامبر نوع تاني، وفي فورتكس اللي هو الدوام. احنا هندرس النوع اللي هو الهوريزونتال او الريكتانجولار جريت موفر شامبر. الرسمه واضحه بتاعت الجريت موفر شامبر ظهر عندكم؟ ايوه دكتور. انا دلوقتي الرسمه بتاع الجريت موفر شامبر قلنا هو عباره عن خزان ترسيب صغير، لو فوق ده قطاع للخزان، الميه بتدخل من اعلى ماشيه في الخزان جايه من الابراج تدخل الخزان الموجود في البلان ده. انا عندي خزانين يعني وحدتين، في حائط فاصل، في زي خزان سيمنتيشن سلادج هولر، حيز لتجميع الرواسب اللي يتم فيه ترسيب الرواسب. موجود الارضيه بتاعت الجريت موفر لها ميل، وموجود عندي سكرابر سلادج سكرابر زحافه عشان تاخد المواد اللي ترسبت في الخزان وتنزلها في السلادج سكرابر. المواد اللي ترسبت دي عباره عن رمل، زلط، مواد ازاز، كسر ازاز، بيض، كسر قشر بيض، يعني مواد غير عضوية بتتجمع في السلاج. فأنا بعمل سكرو بامب بتسحب السلاج ديت وتخرجه، ناخده نجففه وبعد كده نتخلص منه. يبقى ده الشكل بتاع السلاج الجريت ريموفال شامبر. طولها بيبقى حوالي من، يعني هو الطول مكتوب ده، لا هو الطول من 15 ل 25 متر. العرض بتاعها بقى وفقا للتصميم. الكونفنشن تايب او الهوريزونتال فلو جريت ريموفال شامبر، هنتكلم بقى على التصميم ازاي نصمم جريت ريموفال شامبر. عندي ديزاين كريتيريا الفلوستي فلو، سرعه الميه خلال الخزان تتراوح من 25 من 100 ل 35 متر، والسرعه دي احنا غالبا بناخدها 3/10 متر على الثانيه. وقلنا ان احنا بنحافظ على السرعه ثابته عشان نضمن. بضيف هواء في قلب الحوض ده دكتور؟ ايوه يا باشمهندس. لا ما بنستخدمش هواء، هو في نوع بيتم، يعني قلت في ثلاث، اول حاجه الكونفنشنال، الثاني ريديت ان انا بستخدم هواء، الهواء ده بضغط كبير من اسفل لاعلى فبياخد المواد العلقه ديت ويجمعها لي على الوش، وبعد كده بوز زحافه او سكرابر بنكشط المواد ديت ونتخلص منها. ده نوع. وفي نوع بنعمل الفلو فيه دوامي سبايرال، فالسلاج هتبقى نتيجة كده الدوامي انها على سطح برضو الخزان وبيتم كشطها بواسطة سلاج سكرابر ونتخلص منه. لكن النوع اللي احنا هندرسه اللي هو الكونفنشنال عبارة عن خزان. لو رجعنا للرسمة اللي قبل كده، عبارة زي خزان ترسيب، المية بتمشي فيه، قلنا خزان ترسيب، المياه بتمشي مسار افقي او مسار لونجيتوديال، ما فيش في خلط، بندي فرصه للسلاج او السوليدز انها تترسب في القاع. هو نفس الكلام، بنعمل خزان طوله 15 25 متر، العمق بتاعه بيبقى من واحد حوالي 1 او 2 متر. المياه عشان نضمن ترسيب الزلط والرمل والمواد العالقة اللي هي قطرها أكبر من 2.2 متر، بين المواد دي لو عملنا طول الخزان 15 متر ضمننا أنها تترسب، لأن سرعة الترسيب بتاعتها برضو 2/100 متر على السكند، ففي خلال المسافة دي بتترسب. طب عشان
الجزيئات الصغيرة، لأن المواد العضوية بيبقى حجمها صغير، فأنا مش عاوزها تترص، فأنا بخلي السرعة في الخزان ده ما تقلش أو في حدود 3 × 10 متر/ثانية، بحيث إنها أضمن إن المواد العضوية ما تترصبش والمواد غير العضوية تترص. بيبقى فكرة الخزان ده إن أنا بخلي السرعة فيه ثابتة، بحيث السرعة دي تسمح بترص خلال طول الخزان اللي قلناه من 15 لـ25 متر، فالسرعة دي بتسمح بترسيب المواد اللي هي وزنها كبير لا تسمح السرعة دي بترسيب المواد العضوية. يبقى الخزان بقى كونفنشن تايب، أول حاجة أهم حاجة فيه السرعة بتساوي 3 × 10 متر. زمن بقاء المية في الخزان دي بتبقى حوالي دقيقة، يعني ايه الريتينشن تايم 1 minute. طول الخزان من 15 لـ25 متر. دول اللي احنا بيهمونا في التصميم، يعني لو حجم الخزان الفي بيساوي كيو في تي، جبنا حجم الخزان. طب طول الخزان هنضرب الفي بتساوي ال ال في تي، انا عندي ال ال عشان اجيبه يبقى الفي على التي، يبقى انا عندي اجيب ايه طول الخزان، يبقى ناقص عندي العرض والعمق. اقل عدد من الخزانات 2، يبقى اقل عدد من الخزانات او الوحدات الجريتر موفر 2. العمق بتاعها بيتراوح من 6 × 10 لـ1 متر. العرض بيساوي من 1 لـ2 الدبس. يبقى انا دلوقتي عندي الحجم، عندي الطول، او هفرض الطول، يبقى هجيب منهم الطول والعرض. العرض الصورتين الموجودين دول صورتين من الطبيعة لخزان الجريت ريموفال. ده خزان طول، هو بيبين ان الخزان ده خزان طويل، المية بتمشي فيه في مسار افقي، بيتم ترسيب السلاج في الخزان. طيب عشان قلنا الخزان ده محافظ على السرعة في ثابتة، يعني فكرة الخزان ده ان انا اخلي السرعة في الخزان 3 × 10 متر/ثانية. فبالتالي عشان نحافظ على السرعة دي ثابتة في الخزان، انا عندي التصرف بيتغير، عندي كيو ماكسيمم، كيو افريج، كيو مينيمم. فمع كل تصرف لو الخزان ده ريكتانجولر مستطيل، فالسرعة هتتغير. فقالوا في طريقتين للحفاظ على السرعة. أول حاجة استخدم ريكتانجولر سيكشن اللي هو الجزء الخزان اللي هو المربع المستطيل، وأعمل حاجة معاه اسمه بروبوشنال ويل. البروبوشنال ويل ده اسمه هضار تناسبي. يعني ايه الهضار ده؟ زي ما احنا شايفين الشكل اللي هو في الشمال ده فوق، الجزء المظلم ده انا بجيب لوح من الحديد الستيل، ابعاده نفس ابعاد الخزان. يعني الخزان بتاعه العرض بتاعه دبليو مثلا 2 متر، العمق 1 متر، بجيب لوح بالشكل ده. اللوح ده لما بجيبه بروح عامل فيه قصه وعامل فيه فتحة اللي هي موجودة في مش متشرة اللي تحت دي. الفتحة دي بتبقى بشكل لا حسابات، ان مع اي تصرف تديني تحافظ على السرعة اللي هي داخل الخزان. يعني انا بحافظ على السرعة من خلال الهضار ده، والهضار ده اسمه البروموشنال ويل او هضار تناسبي. حاجة تانية ان انا ممكن اعملها، ان انا اعمل قطاع الخزان بارابوليك سيكشن على شكل بارابلا، قطع مكافئ. فالقطع المكافئ ده لو قلنا السرعة بتساوي 1/N من مانينج في R أس 2 في S أس نص. طب الR بتساوي الـ A على الـ B، مساحة مقطع التصرف على الـ B الويتد بارامتر. طب انا لو حافظت على الار ثابته يبقى السرعه هتفضل ثابته، يبقى الار هتبقى ثابته وقت ايه؟ ان انا اغير مساحه المقطع مع نسبه مساحه المقطع لنسبه البي الويتد بارامتر،
فبالتالي هتبقى النسبة دي ثابتة، فالسرعة هتبقى في الخزان ثابتة هحافظ عليها 3/10. يبقى عشان نعمل كده يبقى الريشيو في A على B لازم تكون ثابتة، والكلام ده لو هنبص في الرسمة اللي تحت يبقى الخزان هنعمله على شكل قطع مكافئ. لهم تصميمات بس احنا مش هندخل في تصميم القطع المكافئ او تصميم البروبوشنال ويل، بس نعرف ان الغرض منهم المحافظة على السرعة ثابتة في خزان إزالة الرمال عن طريق يعني ما نعمل هالدار في نهاية الخزان بالشكل اللي هو البروبوشنال اللي هو الشكل الموجود ده، او نعمل الخزان نفسه على شكل قطع مكافئ. فالاسهل لنا دايما اننا نعمل البروبوشنال ويل. البروبوشنال ويل ده له تصميم برضو احنا مش هنتكلم على التصميم بتاعه. يبقى حوض إزالة الرمال هنتكلم عليه ملخص، هو حوض وظيفته إزالة المواد الغير عضوية اللي هي زي ايه؟ زي الزلط، زي الرمل، زي السلك، زي كسر الإزاز، أي مادة. لو قلنا قشر البيض، هو قشر البيض ده كتير قوي، ناس كتير بترمي القشر في الصرف، بيعمل مشكلة في المعدات. يعني لما حضرتك تتخيل الكمية اللي بتوصل المحطة بيتم ترسيبها في الخزان ده. يبقى أي مواد غير عضوية قطرها أكبر من 2/10 ملي بيتم ترسيبها في الخزان ده. طيب المواد غير العضوية، المواد العضوية بقى مش عاوزين نرسبها هنا، لأن أنا لازم أعمل لها معالجة عشان ما تضرش البيئة، برسبها في البرايمري سيديمنتيشن تانك. المواد العضوية قطرها أقل من 2/10 ملي، طب إيه اللي هيخلي المواد غير العضوية تترسب والمواد العضوية ما تترسبش؟ قالوا إن أنا همشي المية في الخزان مسار بطول معين، الطول ده من 15 لـ25 متر، فبالتالي المواد التقيلة خلال المسار ده هتترسب، يبقى قدامها فرصة تترسب. المواد الخفيفة مش هتترسب. طب ايه اللي هيحكم ان انا المواد الخفيفه ما ترسبش والمواد التقيله تترسب؟ اللي هي سرعه الميه في الخزان. فلما درسنا لقينا سرعه الميه من 25% ل 35% متر على الثانيه، ديت بتحقق الشرط ده، بتخلي المواد التقيله الغير عضويه تترسب والمواد العضويه ما تترسبش. ففكره الخزان ده مبنيه ان انا احافظ على السرعه فيه في حدود 3/10 متر على الثانية. فلو حافظت على السرعة دي في خلال مسافة الخزان اللي هي 15 لـ25 متر، يبقى المواد الغير عضوية هتترسب والمواد العضوية مش هتترسب، باخدها اوديها في خزان الترسيب اللي ابتدى يترسب بعد كده وعالجها. طيب هنحافظ على السرعة دي ازاي؟ قلنا هنحافظ على السرعة دي من خلال حلين. الحل الاول ان انا اجي في نهايه الخزان ده واروح عامل هضار، بس مش هعمل هضار عادي المايه تمشي من فوق، لا هجيب لوح من الستيل واروح عامل فيه فتحه، الفتحه دي بشكل معين بحيث انها تدي لي قطع مكافئ مقلوب، بحيث ان مع اي تصرف هتديني نفس السرعه خلال الخزان. الحل الثاني ان انا اعمل الخزان نفسه على شكل قطع مكافئ، فبالتالي ان انا هحافظ على نسبه الار ثابته، بحيث ان انا نسبه مساحه مقطع الخزان على الويت البارامتر بتاعه هتبقى ثابته، فبالتالي السرعه من مانينج هتبقى ثابته في الخزان. يبقى ده خزان ازاله الرمال، وفكرته ان انا بحافظ على السرعه في حدود 3/10 متر على الثانيه، وفبالتالي ان انا المواد غير العضويه تترسب والمواد العضويه ما تترسبش. يا دكتور 3/10 ولا 2.3/10؟ لا 3/10 اللي هنصحح دي، هنصحح الجزء المكتوب ده هيتصحح. السرعه من 0.25 ل 0.35، انا هصححها لكم وانزلها لكم. وهي زي ما قلنا في الديزاين كريتيريا اهي، ان الفلوستي الهوريزونتال من 0.25 ل 0.35 متر على الثانية.
البرايمري سيديمنتيشن تانك اللي هو خزان الترسيب الابتدائي، ودي اخر مرحله في البرايمري تريتمنت. زي ما شفنا في الرسمه اللي كنا في اول المحاضره، الفلو لاين بتاع البرايمري تريتمنت، في حاجه اساسيه لازم نكون عارفينها. لو في البرايمري تريتمنت في خزان ترسيب ابتدائي، يبقى في حاجه اسمها برايمري تريتمنت. لو انا عندي الميه ومش محتاج اعمل برايمري سيديمنتيشن تانك، يبقى ما فيش برايمري تريتمنت، بنسميها بري ماينري، يعني معالجه اوليه. لكن لو في خزان ترسيب ابتدائي بنسميها برايمري او معالجه ابتدائيه. ليه بقى؟ وجود الخزان ده بيعمل ازاله ل 40-60% من السسبندد سوليد، المواد العالقه، وبيشيل من 25-35 من البي او دي اللي هي المواد العضويه الدايمه. فبالتالي عدم وجود الخزان ده مش هيتم ازاله المواد دي. أنا كل الوحدات قبل كده بتشيل حاجات غير عضويه، بتشيل مواد طافيه، بتشيل زلط ورمل، لكن الخزان ده بيبدا يترسب فيه مواد عضويه. طيب بيرسب قد ايه؟ بيرسب 40-60% من المواد العالقه، وبيرسب 25-35 من المواد الدايبه اللي هي البيولوجيكال اوكسجين ديماند، اللي هي المواد العضويه الدايبه في الميه. وظيفه برضه الخزان ده رقم 3، بيرسب المواد العضويه والمواد غير العضويه. يعني انا لو عندي مواد غير عضويه قطرها اقل من 2/10 وعدت بقى من الجريت ريموفر، بيتم ترسيبها في الخزان ده بحيث انها ما تدخلش على البيولوجيكال تريتمنت وتعمل لي فيها مشاكل. يبقى حوض الترسيب الابتدائي زي ما انا كاتب كده عباره عن حوض ترسيب يستخدم لترسيب المواد العالقه في الماء والمواد الدايبه، هو شبيه بحوض الترسيب المستخدم في محطات تنقية المياه، ويضاف إليه بقى كاسحة لإزالة المواد الطافية على السطح. يعني احنا عندنا في خزان الترسيب اللي احنا خدناه في المية كان فيه سلاج سكرابر، كاسحة بتكسح السلاج اللي ترصف في القاع. هنا بنرفع بقى لما نرفع السلاج ديت مع السيول ونخليها على تمر على سطح الميه، لان بيبقى فيه حاجه اسمها خبث. المياه الصرف بيبقى فيها مواد عضويه، المواد العضويه لما بتفضل في الخزان بتظهر فوق سطح الميه، فلازم نجمع المواد اللي هي العالقه ديت ونتخلص منها. وحوض الترسيب بيستخدم كمرحله اولى في ايه؟ في اعمال المعالجه، بعد كده بيتبعه معالجه ثانويه. والمحاضره اللي فاتت قلنا ان احنا كان زمان في بعض المدن الساحليه زي اسكندريه كنا بنستخدم البرايمري تريتمنت وننمي الميه في البحر، مع زياده كميه الميه ادت لتلوث الشاطئ، دلوقتي ما فيش ميه صرف تترمي في البحر، بنعمل بيولوجيكال تريتمنت معالجه ثانويه. طيب انواع بقى التايب اوف برايمري سيديمنتيشن تانك، اول حاجه اللي هو ريكتانجولر زي ما خدنا في الميه. عندي انواع سيديمنتيشن تانك كتير، بس احنا النوعين اللي هم بيستخدموا في الصرف ريكتانجولر تانك اللي هو المستطيل، والسيركولر اللي هو الدائر. الشكل ده بيوضح شكل خزان الترسيب المستطيل. خزان المستطيل هنا هنلاقي مثلا الخزان زي ما قلنا عشان السلاج سكرابر بيبقى عرضه اقصى حاجه 12 متر. فدي محطه فيها مجموعه، الرسمه اللي هي على الشمال فوق ديت فيها مجموعه من الخزانات جنب بعض. هنلاحظ ان في خطوط كده، الخطوط ديت عباره عن السلاج سكرابر عشان اللي هي اي مواد طافيه في الخزان، لان في خزان الترسيب الابتدائي بيبقى فيه مواد طافيه خبث على السطح، فبيبقى بخلي السلاج سكرابر اللي هي بتجمع السلاج في اسفل الخزان تبقى
توصل للسطح فتاخد اي خبث وتوديه زي ما احنا شايفين في الرسم الثانية اللي هي موجودة تحت في حاجة اسمها ترف او بنعمل كده قناة لتجميع الفلوتينج اللي هي المواد العينة. يبقى السلاج سكرابر اللي هي على السطح دي بتاخد المواد دي وتوديها في قناة كده في آخر الخزان بتجمع لي المواد الطافية اللي احنا لو هنبص برضو في الرسمة التانية اللي هي موجودة أسفل دي على اليمين هنلاقي ان موجودة الأدي الترف أو القناة اللي هي المفروض المواد العايمة هتيجي لها. الرسمة اللي هي الرابعة اللي هي فوق على اليمين برضو فيها شكل السلاج سكرابر والترف اللي هي موجود. يبقى ده شكل خزان البرايمري سيدمنتيشن اللي هو المستطيل. ايه هي العوامل اللي بتأثر على كفاءة عملية الترسيب؟ يبقى زي ما كنا قلناها في المية نفس الكلام الفسكوستي درجة لزوجة المية كل ما المية اللزوجة بتاعتها بتبقى عالية بيبقى الترسيب أقل. Concentration of suspended solid تركيز المواد العالقة retention time زمن البقاء في الخزان الهوريزونتال فيلوسيتي السرعة الأفقية كل ما السرعة الأفقية بتقل كل ما كفاءة الترسيب تزيد retention time كل ما يزيد كل ما كفاءة الترسيب تزيد تركيز المواد العالقة كل ما يزيد كل برضو ما الكفاءة تزيد درجة الحرارة كل ما درجة الحرارة تزيد اللزوجة بتقل فكفاءة الترسيب بتزيد. السيرفيس لودنج ريت معدل التحميل السطحي بتاع الخزان واحنا بنستخدمه هنا في حدود 24 ل 48 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. ابعاد الخزان كل ما طول الخزان بيزيد كل ما الكفاءة بتزيد لان بدي فرصة للمواد العالقة انها تقعد اكتر. العرض ما بيأثرش. الديد زون زي ما قلنا اللي هي المناطق الميتة كل ما نتلافاها في الخزان كل ما كفاءته بتزيد. الرسمتين الموجودين تحت دول بيبينوا هضارات المخرج. يبقى أنا عندي هضارات المخرج في الآخر عندي هضار اثنين ثلاثة ثلاث صفوف زي ورا بعض بتجمع الماء. ده شكل برضو رسمة برضو للريكتانجولر سيدمنتيشن تانك. انا حطيت لكم كذا رسمة بحيث ان لو نبقى عندنا خلفية بالرسمة. برضو عندي السلاج سكرابر موجودة وفي اخر الخزان في قناة لتجميع السلاج اللي هو السكام ودول خزانين جنب بعض. بالنسبة للسيركل سيدمنتيشن تانك برضو نفسه هو الموجود في المية خزان دائري وعند السلاج سكرابر موجود في الأسفل. عندي القناة لو بصينا فوق في الرسمة اللي هي على اليمين هنلاقي في قناة كده لتجميع السكام أو المواد الطافية والسلاج سكرابر موجودة. وفوق بقى في الكوبري بنعمل زحافة بتلف مع الكوبري بحيث انها تجمع الاسكم ده وتنزله في القناة اللي قلنا عليه. على الشمال فوق ده شكل هضار المخرج بتاع الخزان. دي رسمة برضو بتاع خزان دائري. الخزان ده برضو نفس الرسمة اللي هي موجودة في المايك. بس هو الفرق الوحيد ان انا خزان الترسيب الصرف الابتدائي عن خزان ترسيب الميه هو السكام السكرابر اللي هي موجوده فوق الخزان اللي بتجمع المواد الطافيه على السطح وفي قناه هنبص هنا لو بصينا في الرسمه ديت في قناه كاتب لك سكام اوتليت بنجمع فيها المواد الطافية ديت وناخدها نتخلص منها. نيجي بقى على ديزاين كريتيريا. ديزاين كريتيريا بتاع خزان الترسيب الابتدائي سواء دائري او ريكتانجل. اول حاجة زمن البقاء ريتينشن بيريد التي من 2 ل 3
أو من ساعتين لثلاث ساعات. يبقى هنستفيد بـ A، نقول حجم الخزان هيساوي Q في T. السيرفس لودنج ريت زي ما قلنا أهم حاجة لخزان الترسيب معدل التحميل السطحي زي ما قلنا كان في المية. برضو هنا نقول السيرفس لودنج ريت هيساوي 32 ل 48 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، أو في حالة الكيو أفرج لو أنا بصممه على كيو أفرج، لو أصممه على كيو ماكسيمم بيبقى من 80 ل 120. بنحسب السيرفس اريا عبارة عن الكيو ديزاين على السيرفس لودنج ريت، هنحسبها مرة مع الكيو أفرج، نحسبها مرة مع الكيو ماكسيمم، وهناخد الأكبر. يبقى كده جبنا المساحة السطحية وعندي الحجم من زمن البقاء، يبقى اقسم الحجم على المساحة السطحية يديني الدبس. الدبس بتاع الخزان ده من 3 ل 5 متر. الهوريزونتال فيلوسيتي السرعة الأفقية عشان نضمن ترسيب المواد أقل من أو يساوي 3 من 10 متر على المتر. احنا كنا بنتكلم في الجريت ريموفر شامبر، كنا بنقول السرعة في حدود 3 من 10 متر على الثانية. هنا بقى السرعة 3 من 10 متر على الدقيقة، يعني قليلة جدا عشان تسمح بترسيب المواد اللي هي قطرها صغير. الحمل على هالدار المخرج بيبقى أقل من أو يساوي 600 متر مكعب مية متر طولي من الهضار في اليوم. طول الخزان أقل من أو يساوي 50 متر، والطول بقى حاجة يعني إيه ما يزيدش عن 50 والأفضل يبقى 40. الطول بقى بيساوي من 3 ل 5 مرات العرض. دي حاجة إيه بالنسبة لك لو هتيجي تصمم الخزان، يعني أهم حاجة أن أنا عرفها أن الطول أقل من أو يساوي 50. العرض بيساوي من 2 ل 3 العمق، وقلنا عرض الخزان يفضل انه ما يزيدش عن 12 متر عشان السلاج سكراب. الخزان لو هو دائري يبقى قطره اقل من او يساوي 40 متر. الميول بقى بتاع القاع بناخدها من 4 ل 10% في حالة السيركولر، ومن 1 ل 2% في حالة سرعة السلاج سكرابر سبيد اللي هي سرعة الزحافة، بتساوي من 3 من 100 ريفريوشن بير مينت لفة في الدقيقة إذا كان سيركل. لو هو سيركل بتبقى زحافة بتلف، سرعتها قد إيه؟ 3 من 100 لفة في الدقيقة. لو هو ريكتانجولر بتبقى سرعتها خطية، بتبقى 6 من 10 ل 1 و 2 من 10 على الدقيقة. دي سرعة الإيه؟ عشان نصمم زي ما قلنا الحجم بيساوي كيو ديزاين في التي، والسيرفس لودنج ريت بيساوي كيو ديزاين على السيرفس اريا، يعني السيرفس اريا بتساوي كيو ديزاين على السيرفس لودنج، ونصممه مفيش فيه اي مشكله. والسيرفس لودنج ريت بتاعه من 32 ل 48 في حاله الكيو افريج، وبيساوي من 80 ل 120 في حاله الكيو ماكس. يبقى بكده يبقى احنا وصلنا لنهايه المرحله اللي هي البرايمري تريت. برايمري تريتمنت احنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا فيها زي ما نجيب الفلو لاين بتاعها، على تصميم الديكوريشن شامبر، تصميم الابروتش، تصميم السكرين، تصميم الجريت ريموفر اللي خدناه النهارده، تصميم البرايمري سيدمنتيشن. الشيت هينزل لكم في مسائل تصميم الكلام ده وهتتحل معاكم في السكشن. الامتحان بتاعنا بقى السؤال اللي هيجي في الويست ووتر، هنقول لك فور ويست ووتر تريتمنت بلان ويز ديزاين كيو افرج بيساوي كذا، كيو ماكسيمم بيساوي كذا. ديزاين اولا ديكريشن شامبر، ثانيا الابروش شانل، ثالثا السكرين، اقول لك مثلا فاين سكرين كورس سكرين، رابعا جريت ريموفر شامبر، خامسا البرايمري سيدمنتيشن تانك. يبقى هجي لك مساله شامله الكلام ده كله. يبقى ادي اول مساله في الصرف.
المسألة الثانية هتيجي بقى على السكندري تريتمنت، الجزء بتاع المعالجة الثانوي. ممكن يجي لك جزء نظري مع المسألة ديت، دي مسألة مثلا ايه الفاكتور افكتنج سيديمنتيشن، يبقى جزء نظري كده صغير. في حد اي له اي سؤال بقى في البرايمري تريتمنت يا دكتور؟ يا سلام. ايوه، هو انا بعمل مكان الباي باس فين في المنطقه دي؟ يعني الباي باس دي جريمه في اي محطه للاسف، يعني لان الباي باس ده بيستخدم في ايه؟ عم شعبان عاوز يريح دماغه، او فيعمل ايه؟ يروح مبطل المحطه ومشغل الباي باس، يبقى المايه تدخل من اليمين وتخرج من الشمال على المصرف ومريح نفسه. لكن للأسف احنا بنعمله مضطرين لمواجهة العطل في المحطة، اي عطل. فالباي باس بقى ده بيبقى هنيجي بقى في السكرين، احنا في عندي يعني انا مش يعني بنيجي نعمل حاجة احتياطية، لو بصينا في السكرين بيبقى في قناة احتياطية المياه تمشي منها، الجريت ريموفال ما فيش فيها مشكلة، البرايمري سيديمنتيشن اما المايه تدخل على البرايمري سيديمنتيشن، لان هيبقى في غرفه توزيع قبل البرايم بعد الجريت ريموفر، لا انا عندي خزان ترسيب واحد ولا كذا خزان، فيبقى عندي مثلا اقل حاجه خزانين، يبقى في غرفه هتوزع على الخزانين دول بعد الجريت ريموفر، هنبص نلاقي فيها ماسوره خارجه كده بيقول لك ديت الباي باس، يعني ماسوره تغطي وهكذا. فاحنا ما يفضلش انا اعمل باي باس في المحطه، يعني وجوده للضروره بس يعني. يعني بنعمله في بعض الحالات، لكن هو للاسف بيستخدم غلط. يعني ايه المحطه بيروح ايه حتى بلا غناء، فبيروح مبطل المعدات ويمشي الميه في الوحدات لحد ما تخلص. نعم، بيسيب الميه من هنا يطلع برضه. نعم، يعني برضه بيسيبوا المايه خالص من غير ما يشغلوا حاجه وتطلع من اليمه الثانيه برضه. يعني هو يريح نفسه بقى، يعني ايه شغل المعدات تعطل، يعني احنا بنوفر وبنحب مصر. بنوفر كهرباء، بنوفر طاقه، وايه يعني نرمي المايه في المصرف. ماشي يا دكتور. درجات الميد ترم يا دكتور كنت حضرتك قلت لنا عليها من اسبوعين. في زمايل لكم ما كانوش امتحنوا، كان عندهم ظروف، هيمتحنوا بكره وهعلنها لكم ان شاء الله. بس طب احنا مالنا يا دكتور؟ احنا كنا عاوزين نطمن، ده احنا قلقانين خالص. ان شاء الله، يعني انا قلت لكم اطمنوا الدرجات كويس وهنعلنها لكم خلال الاسبوع، مفيش مشكله. يا ريت والله يا دكتور. ماشي ان شاء الله، يعني ما تقلقش يعني. وبعدين انتوا ممكن انتوا هتقضوها في حياه شكلكم يعني. ولا انتوا اخر سنه؟ لا كده هنمتحنكم كده كده. اخر سنه نمتحن يا دكتور، فكنا عاوزين امتحانات تكون سهله وكده. انتوا دفعه كورونا 2، كان السنه اللي فاتت دفعه كورونا 1. انتوا لا ربنا، احنا دفعه كلها مصايب والله دكتور في كل السنين. والمنهج كبير خالص يا دكتور، المنهج كبير خالص. هنريح. لا انتوا احسن من الدفعه اللي فاتت، احنا السنه اللي فاتت ما كناش وصلنا للتيمز والكلام ده، وصلنا له في اخر محاضرتين في السنه، يعني قاعدين ماشيين مع بعض بنستفيد. يعني حتى انت في البيت دلوقتي بتحضر احسن من الكليه والكلام. بس هننسى الشهر، احنا هنريح خالص وهنتعب كده، هننسى خالص. والله انتوا ما تاخدوش اجازه بقى، انتوا تاخدوا تخلصوا يوم 16 زي ما الوزير قال.